صدى البلد الإخباري، ومنه نقرأ خبر بعنوان: أغاني وهتافات ترحيب المصريون يحتشدون أمام مقر الرئيس السيسي بنيويورك. يواصل المئات من المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتشاد لليوم الثاني على التوالي أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، وذلك استعدادا لمشاركته في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحرص المصريون المحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي على توجيه التحية للرئيس، مؤكدين تأييدهم للرئيس، حيث يرفع المواطنون الأعلام المصرية وصور الرئيس ولافتات تؤيد وتدعم الرئيس السيسي، كما يرددون الأغاني والأناشيد الوطنية والهتافات المرحبة بالرئيس السيسي. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماعات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس من المقرر أن يلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة التي تعتبر أرفع محفل سياسي عالمي، حيث يتناول البيان رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة على الساحة السياسية العالمية، خاصة في مجالات صون السلم والأمن العالميين ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الإفريقية في ضوء قيادة السيد الرئيس للعمل الإفريقي المشترك من خلال رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الأخيرة وما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني اقتصاديا وتنمويا وأمنيا. كما أوضح بسام راضي أن الرئيس من المقرر أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من الزعماء ورؤساء الدول والحكومات على هامش الجمعية العامة للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى والتقديرات حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية المتلاحقة ذات الاهتمام المشترك. ومن جريدة الأخبار نقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، وجاء بعنوان: أثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس إلى مدينة نيويورك ليمثل مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74، ويمثل إفريقيا بكل دولها 55 دولة في أرفع تجمع سياسي عالمي ليلقي بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، يعرض فيه رؤية مصر ومواقفها من تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية في مجالات السلم والأمن العالميين ومكافحة الإرهاب الدولي والفكر المتطرف، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بالإضافة إلى قضايا القارة الإفريقية. ويلتقي زعماء العالم في مباحثات ومشاورات ثنائية حول القضايا الدولية المطروحة للنقاش، ومن أهمها ملف المناخ، خاصة بعد حرائق الأمازون الأخيرة والتغيرات المناخية التي تهدد العالم كله. أتابع عن قرب حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأشهد مدى حب واحترام زعماء العالم له، وكان من أجمل ما قرأت على الفيسبوك خلال الفترة الماضية، وأعيد كتابته مرة أخرى لثقتي وإيماني بالرئيس السيسي وتأييدي له. رئيس شيد في 4 سنوات 1,700,000 وحدة سكنية سترت جدرانها بفضل الله تعالى 9 ملايين مواطن من شعب مصر. رئيس هتف في الأمم المتحدة في أول حضور سياسي له: تحيا مصر، فوقف الجميع احتراما لذلك القادم من بعيد ينادي باسم وطنه. رئيس قال بمنتهى الشفافية لرئيس أكبر شركة تصنيع مولدات طاقة في العالم: ليس عندي الآن تمويل. فرد رئيس سيمنز الألمانية: سنبنيها سيدي. رئيس قال له هنري كيسنجر أعتى عتاة الساسة الذي أدار العالم لنصف قرن: أنت الرئيس الوحيد الذي حافظ على دولته في الشرق الأوسط. رئيس يفتح له مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ليؤكد جيمس ماتس وزير الدفاع الأمريكي بأهمية دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط. رئيس: أول دولة في العالم تفتح له روسيا العظمى قدس الأقداس العسكرية، مركز قيادة الدفاع القومي لروسيا، ليشهد السيسي في غرفة العمليات كيف تدير روسيا العالم. رئيس أثبت الحضور القوي لوطنه في هيئة الأمم المتحدة كأول رئيس مصري يحضر 4 دورات متتالية لمجلس إدارة العالم.
رئيس لم تكن به مصر ضيف شرف في دورات الأمم المتحدة في 3 دورات فقط، فقد عقد لقاءات مع زعماء 82 دولة في العالم. رئيس لم يخجل أن يقابل عظيمات مصر البسطاء الشقيانة ليحقق لهن أحلاما لم ولن يكون في استطاعتهن تحقيقها. رئيس حفر أنفاق الحياة إلى سيناء ودفن فيها أطماع استقطاعها من التتار إلى الأمريكان، فكانت أنفاقه شاهدا على قبر أطماعهم. رئيس أنشأ في 4 سنوات شبكة طرق وكباري اختباطية ربطت أطراف مصر كلها لم تنشأ من قرن بتكلفة 20 مليار جنيه. رئيس سخر في زمن قياسي إمكانات وطنه لعلاج 1,500,000 مواطن من مرض ينهش أكبادهم، فوصلت مصر للعالمية في علاج الداء. رئيس لا يهاب الإرهاب والفساد والإصلاحات الاقتصادية، ولا يهاب من تآكل شعبيته مقابل النهوض بالدولة المصرية. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. صدق الله العظيم. اللهم من أراد بمصر وشعبها سوءا فاجعل هلاكه من تدبيره وتفكيره. من موقع الأهرام نقرأ خبر بعنوان: هيئة الاستعلامات تدعو المراسلين إلى الالتزام في تناولهم الشؤون المصرية بالقواعد المهنية العالمية. دعت الهيئة العامة للاستعلامات وسائل الإعلام الدولية خاصة مراسليها المعتمدين في القاهرة إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تخطيطهم شؤون مصر وأخبارها. وقالت هيئة الاستعلامات في بيان مقتضب مساء أمس السبت إنها تابعت باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال 24 ساعة الماضية، وهي في ضوء هذا تذكر المراسلين وكافة وسائل الإعلام مجددا بأهمية الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها عالميا للصحافة والإعلام، وفي مقدمتها عدم النشر عن وقائع إلا ما يشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، وعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى وتزييف الحسابات والفبركة على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن. وفي ختام بيانها أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنها تتعاون مع جميع المراسلين ووسائل الإعلام الدولية، وهي على استعداد دائم لتقديم كل التسهيلات من أجل الوقوف على حقائق الأمور في كل المجالات ما دام تم الالتزام بالمهنية والمصداقية. ننتقل مع حضراتكم إلى موقع الشروق، نتابع خبر بعنوان: 3 شركات وطنية ستنقل مركب خوفو الأولى من الأهرامات للمتحف الكبير. قال عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أنه جاري حاليا إجراء الدراسات لنقل مركب خوفو الأولى من موقعها الحالي بمنطقة الأهرامات الجيزة إلى قاعة مخصصة لمراكب خوفو بالمتحف، موضحا أن هناك 3 شركات وطنية سوف تتولى عملية نقل المركب. وأضاف المفتاح في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس السبت أنه جاري كذلك تصميم المبنى الخاص بالمراكب بالمتحف للانتهاء منه بالتوازي مع عملية نقل المركب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 90% من عملية رفع الأخشاب الخاصة بمركب خوفو الثانية والتي سيتم وضعها مع مركب خوفو الأولى بالمتحف الكبير. من موقع اليوم السابع نقرأ خبر بعنوان: 101 مليون حجم اشتراكات بخدمات المحمول والأرضي. كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى نحو 101.5 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بنحو 106.3 مليون مشترك بنهاية الفترة من يناير حتى مارس 2018. وأوضحت الوزارة إن إجمالي أعداد مشتركي الهاتف المحمول بلغ 93.420.000 مشترك بنهاية الفترة من يناير حتى مارس 2019، مقارنة بنحو 99.130.000 مشترك بنهاية الفترة من يناير حتى مارس 2018. وسجل عدد مشتركي الهاتف المحمول ما نسبته نحو 92% من إجمالي مشتركي الخدمة التليفونية في يناير حتى مارس 2019، وتراجع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية، وذلك في إطار محاربة الخطوط مجهولة البيانات أو تلك التي لا تحمل بيانات دقيقة.
ننتقل مع حضراتكم إلى موقع الوطن، ومنه نقرأ خبر بعنوان اليوم: افتتاح أول جامعة تكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية. يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أول جامعة تكنولوجية تحتضن خريجي مدارس الثانوية الفنية بشتى تخصصاتها ومراحلها التعليمية، لتكون أول قاطرة مباشرة تفتح الباب أمام الدبلومات الفنية لاستكمال مسيرتهم التعليمية واكتساب المهارات المتميزة التي تجعلهم مؤهلين لسوق العمل مباشرة، سواء كان محليا أو دوليا. وقال الدكتور أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والمشرف على مشروع الجامعات التكنولوجية الجديدة، إن الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة هي أول جامعة سيتم افتتاحها، موضحا أن الثلاث جامعات التي تم الإعلان عن افتتاحها بداية العام الدراسي الجديد بالقاهرة الجديدة والدلتا وبني سويف أولى خطوات إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية بمحافظات مصر المختلفة، مشيرا إلى أن الخطط المستهدفة إنشاء ثماني جامعات كمرحلة أولى. وأوضح الحيوي أن الجامعات التكنولوجية تستهدف خريجي الدبلومات والمعاهد الفنية بالدرجة الأولى، موضحا أنه تم تخصيص 80% من قوة الدارسين بها لهم، بالإضافة إلى تخصيص 20% لطلاب الثانوية العامة. وأكد أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء إن الجامعات التكنولوجية الجديدة تهدف إلى إخراج كوادر متميزة سنويا من الطلاب يتماشوا مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، مرجعا ذلك إلى التخصصات والبرامج الفريدة التي تم تزويد الجامعات بها، موضحا أن من ضمن البرامج تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة وهندسة الميكاترونيكس. ننتقل مع حضراتكم إلى الشأن العربي والدولي، ومن موقع سكاي نيوز نقرأ خبر بعنوان الجيش الليبي يشن هجوما كبيرا على ميليشيات قرب طرابلس. أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في وقت مبكر من صباح الأحد بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية في هجوم كبير على ميليشيات قرب طرابلس. وقال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن هجوما كبيرا ينفذ ضد ميليشيات قرب طرابلس بمشاركة جميع القوات البرية والبحرية والجوية، مطالبا السكان بالابتعاد عن مناطق الاشتباكات وعن المواقع التي يتواجد بها الميليشيات. وتابع: وهناك قصف جوي بري على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس، إضافة إلى قصف تمهيدي جوي ومدفعي ثقيل على موقع الميليشيات قرب طرابلس. ما زلنا مع الشأن العربي والدولي، ومن موقع يورو نيوز نتابع خبر بعنوان الجبير: هجوم أرامكو يستهدف البشرية وسنرد إذا أثبت التحقيق ضلوع إيران في الهجمات. قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي في مؤتمر صحفي عقده أمس السبت بالرياض إن الهجمات على منشآت أرامكو هي هجمات على البشرية بأكملها، ولهذا السبب أدانت أكثر من 80 دولة وبشدة هذا الهجوم ووصفته بأنه هجوم إرهابي عدواني وغير مبرر. وللحديث عن الهجمات التي أصابت معملي أرامكو، التقى الجبير عددا من الصحفيين في مقر الخارجية في العاصمة السعودية، وأكد أن المملكة تحمل إيران مسؤولية هذا الهجوم الذي لم يستهدف فقط السعودية بل استهدف العالم بأجمعه، ولفت إلى أن بلاده تقوم بالتحقيقات والتحقيقات الأولية تؤكد أن هذه الأسلحة أسلحة إيرانية، مضيفا: طلبنا من الأمم المتحدة أن ترسل خبراء للمشاركة في هذا التحقيق، كما أن هناك دولا أخرى تشارك وستظهر النتائج، والهدف من هذا التحقيق هو تحديد مصدر الإطلاق، ونحن متأكدون أن الإطلاق لم يأت من اليمن بل من الشمال أي من إيران، والتحقيقات ستثبت ذلك. بكده تكون انتهت جولتنا في صحف النهارده. دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم فقره عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحيه، تابعونا.